أرحب بموقع أنفاس بريس، وهو موقع غالي ومحترم بالنسبة إلي. على كل حال أتصفحه في كل صبيحة وقبل النوم أيضا. بخصوص سؤالك، في الحقيقة نبدأ بداية باللسانيات وكيف نشأت في الجامعة المغربية. يعود الفضل في ذلك على الأقل باللغة العربية إلى أستاذين جليلين، هما الدكتور الأستاذ القدير عبد القادر الفاسي الفهري والأستاذ الدكتور أحمد المتوكل. ثم ما قبلهما هناك مجموعة من الأساتذة، أذكر منهم على سبيل المثال الأستاذ أحمد الإدريسي رحمه الله، والأستاذ تمام حسان وهو مصري. هذا الحديث يتعلق بفترة أواسط السبعينيات، وفي هذه الفترة هذه في الحقيقة بدأت اللسانيات باللغة العربية تشق طريقها في الجامعة المغربية. هؤلاء الأساتذة كانوا يمارسون عملهم في جامعة محمد الخامس في الرباط، وهناك مجموعة أيضا من الأساتذة في جامعة أظن محمد الأول في فاس، إن لم أخطئ اسم الجامعة. وطبعا هؤلاء الأساتذة أسسوا الدرس اللساني في الجامعة المغربية، ثم تولى الأمر فيما بعدهم طلبتهم الذين درسوا عندهم وهيئوا دبلوم يوم ذاك الدراسات العليا ثم دكتوراه الدولة. أما فيما يخص مساري أنا، في الحقيقة أنا لم أهتم باللسانيات بحصري، المعنى من أجل أن أؤلف في اللسانيات، ولكن من أجل التهيؤ للعمل في تخصص آخر هو المسمى لسانيات النص ثم تحليل الخطاب فيما بعد. بحيث إنجازي الأول في هذا الباب كان كتاب لسانية النص مدخل انسجام الخطاب الصادر سنة 1991، وقد لقي صدى طيبا وترحيبا من قبل القراء في الجامعات العربية وعند الباحثين على العموم. وأذكر أن وزارة التربية الوطنية في أواسط التسعينيات قررت درسا أو درسين إن لم تخني الذاكرة مأخوذين من هذا الكتاب، معنى أن الكتاب نال تقديرا وترحيبا وانتشارا في الساحة، في ساحة البحث في الجامعات العربية بصفة عامة. ثم فيما بعد، وهذا بعد سنوات طبعا من الأخذ والرد والتمحيص والتفكير والتأمل، في سنة 2009 أنشأنا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة بنزهر، أنشأنا ماستر علم النص وتحليل الخطاب، وتمكننا من تأطير وإعداد مجموعة من الباحثين للاستجابة لمتطلبات متابعة الدراسة في السلك الثالث. وأظن أن مجموعة من الأفواج من هؤلاء الطلبة ومازال الماستر يعمل حتى الآن بتنسيق الأستاذ بشير التهالي، بعد أن تقاعدت في صيف 2022. وطبعا هذا العمل كان متعدد، ليس لا يقتصر فحسب على التدريس، يعني المحاضرات في الفصل وتأطير الطلبة في أبحاثهم، ولكن كان بموازاة ذلك تنظيم مؤتمرات. نظمنا أربعة مؤتمرات دولية في هذا الباب لنمكن الطلبة من الانفتاح على المستجدات وعلى الباحثين في هذا الاختصاص في العالم العربي. وقد استقبلنا مجموعة من أعدادا من الأساتذة من الأردن، من فلسطين، من الإمارات العربية المتحدة، من ماليزيا،
من مصر، من تونس، من الجزائر، من ليبيا، وطبعا الباحثين المغاربة. كانت هذه المؤتمرات قلت الغاية منها هي أن نمكن الطلبة من الاحتكاك ومن أن يروا الباحثين رأيه العين، وأن يحتكوا بهم وأن يستفيدوا من عطائهم ومن توجيهاتهم. في هذا الباب قلت تمكننا من تنظيم أربع دورات في هذا المؤتمر. ثم فيما بعد في 2013 كان ينبغي أن نفتح أفقا أمام الطلبة، وذلك بإنشاء مسلك تكوين دكتوراه. والحمد لله اليوم تمكننا من تأطير مجموعة من الطلبة، وقد تخرج على أيدي الأساتذة المحاضرين في هذا الاختصاص عشرات الطلبة، والذي يحمد لهؤلاء الزملاء ولهذا الاختصاص وللكلية طبعا، وأن هؤلاء الطلبة فيه مجموعة من الطلبة تمكنوا من الالتحاق بكليات الآداب والعلوم الإنسانية في المغرب وبمؤسسات تكوين في عدد من المواقع الجامعية في المغرب. وطبعا كان هذا هو المبتغى وهذا هو المضمون، ولا يعني هذا أننا راضون كامل الرضا عما أنجزناه، ولكن على كل حال هي لبنة وضعناها من بين لبنات أخرى، وأسهم بها أساتذتنا ويسهم بها زملاؤنا اليوم في هذا المجال. والذي يثلج الصدر أيضا أن هؤلاء الطلبة لم ينجزوا دكتوراه فحسب ثم انتهى الأمر، ولكن ألفوا كتبا في هذا المجال منشورة في عدد من دور النشر العربية في المشرق العربي على وجه الخصوص وفي المغرب كذلك. وقس على هذا معناه أنه في نهاية المطاف فيما يهمني، وأنه كلما كان التأطير جادا وكلما كان التأطير جيدا تأتي الثمار لا محالة. فهذا بعض، بالإضافة إلى هذا أنا لم أكن أقيد نفسي باختصاص لسانية النص وتحليل الخطاب فحسب، ولكن فتحت أيضا على إشكالات المصطلح والمفهوم والمعجم المختص في هذا الباب، علاوة على الاهتمام والعناية بالسياسة اللغوية والعناية بالسياسة اللغوية في المغرب على وجه الخصوص، بحيث في 2007 صدر لي كتاب مترجم من اللغة الإنجليزية، عنوان الكتاب تخطيط اللغة، تخطيط اللامساواة، هذا هو العنوان الحرفي باللغة الأصلية باللغة الإنجليزية، ولكن أنا ترجمته بما يلي: السياسة اللغوية خلفياتها ومقاصدها، لأن موضوع الكتاب هو هذا. وفي الحقيقة أنا بخصوص الكليات التي أصبحت تسمى ذات الأبواب المفتوحة، يعني الولوج إليها يتم بدون مبارة، أنا أميز في هذا الباب بين الأستاذ المحاضر الذي له قدرة رهيبة على قراءة مستجدات في مجال المعرفة في العلوم الإنسانية بصفة عامة، سواء كانت الفلسفة أو التاريخ أو الجغرافيا أو غيرها من الاختصاصات، وبين الأستاذ الباحث، لكل منهما ميزته، والجامعة المغربية في حاجة ماسة إليهما معا. ما معنى الأستاذ المحاضر؟ بإمكانه على سبيل المثال أن يقرأ كتابا جديدا في مجال اختصاصه، ثم يقدم في محاضرته عصارة هذا الكتاب من مختلف الإشكالات التي طرحها والمتون التي اشتغل بها والخلاصات التي وصل إليها الكتاب. وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للتكوين في السلك الثالث وفي الجامعة بصفة عامة.
الأستاذ الباحث هذا تكون قدراته على الإيصال أقل من الأول، ولكن في مجال البحث له قدرة كبيرة على ممارسة البحث والإنتاج المستمر للمؤلفات والمقالات، وقس على هذا. هذا جانب بخصوص البحث العلمي في المغرب. هناك تفاوت كبير بين المؤسسات حين تنتقل من كليات الآداب إلى كليات العلوم إلى المدارس العليا إلى المدارس المختصة، يعني مثل مدرسة المحمدية للمهندسين أو مدرسة الحسنية للمعادن أو شيء من هذا القبيل هذا. وهذه واحدة من المشاكل التي تعاني منها الجامعة المغربية، بحيث هناك مدارس وهناك كليات، وهذا أمر لا يستقيم. فعلى سبيل المثال يمكن لي نعطيك مثال ديال كندا. على سبيل المثال الجامعة التي زرتها في 2002 في إطار زيارة جامعية استعدادا لإعمال النظام الجديد في التدريس المسمى LMD، يعني الإجازة والماستر ثم الدكتوراه. بحيث الجامعة التي زرناها في كيبك هي جامعة لافال. الجامعة مركب متعدد، في مجموعة من الأجنحة، مجموعة على سبيل المثال جناح الطب والمهن مهن التمريض، جناح الاقتصاد والتجارة والمال إلى تبير المؤسسات إلى آخره، ثم كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ثم مختلف الاختصاصات المشتتة في المغرب بين المدارس والكليات مجموعة في جامعة واحدة، بحيث يتحرك في هذه الجامعة يوميا 30,000 نفر ما بين الطلبة والأساتذة والإداريين إلى آخره، ويسيرها شخص واحد يسمى عندهم لوجيران، يعني بمثابة الكاتب العام عندنا في المغرب، بالإضافة إلى 3 أو 4 موظفين يسهمون معه في التدبير، سواء من تسجيل إلى غاية الأمور الأخرى ذات الطبيعة كلها الإدارية، سواء تعلقت بالموارد البشرية أو بالاتفاقيات إلى آخره. رئيس الجامعة مهمته لا غير مشتتة بين عدد من الاهتمامات. مهمته الأساسية هي أن يضمن للجامعة موقعا متميزا في درجات البحث العلمي، بحيث تتحول إلى مجال لاستقطاب الكفاءات الأساتذة واستقطاب الطلبة أيضا. وهذه الجامعة الدراسة فيها مؤدة عنها وليست مجانية، وبالتالي ما يضمن للجامعة أن تستقطب الكفاءات وأن تستقطب الطلبة المتميزين هو الانتباب على البحث العلمي والعناية بالبحث العلمي والاهتمام بالبحث العلمي. دعني أقول إن الكلام الذي يدور حول البحث العلمي في الجامعة المغربية، أنا في ظني أن الغايب الأكبر في هذا الباب هو المشروع المجتمعي الذي نسعى وراءه في هذا الباب. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لديك بحث علمي رصين وله آفاق بدون تسطير الغايات الكبرى، المقاصد التي تسعى إلى تحقيقها. وأبرز مثال على هذا هو جامعة محمد السادس في بنقرير. هذه الجامعة لها وضعت لها أهداف محددة ومكنت من الميزانية التي تجعل هذه الجامعة تحقق ما تحققه اليوم، مزودة بكفاءات في البحث العلمي في المغاربة وأجانب أيضا. المعنى أن هذه الجامعة أسست في إطار مشروع، ولكن الجامعات الأخرى ما هو المشروع الذي أسست من أجله؟ هذه المشكلة في نهاية المطاف، بحيث ينبغي أن تتآزر الجامعات كلها، أن تصب جهودها كلها في إطار هذا المشروع المجتمعي الذي نسعى إليه إلى تحقيقه ونسعى وراءه في نهاية المطاف.
المسألة الثالثة هي أنه إذا جاز يعني تجاوزا، إذا جاز أن تكون الإدارة صارمة في تدبير أمورها وقس على هذا، بالنسبة للجامعة لا يجوز أن تكون الأمور على هذا النحو. الجامعة تحتاج إلى هامش كبير من الحرية، وهذه الحرية يعني بها الاقتراح ومتابعة إنجاز الاقتراح وتقويم الاقتراح وقس على هذا، وليس أن تكون شبيهة بإدارة فيها مجموعة من الموظفين يعملون، منهم من يدرس ومنهم من يتكفل بالأمور الإدارية وقس على هذا. البحث العلمي لا يمكن أن يوجد ولا أن يستمر إلا في مجال حددت فيه الأهداف والغايات الكبرى، وفي هذا الإطار هناك مشروع مجتمعي يرتبط بهذه الأهداف ويتحقق بتحقق هذه الأهداف. والمسألة الثالثة هامش كبير من حرية ممارسة البحث، بحيث لا تكون هناك حدود تحصر ما ينبغي أن ينجزه الباحث وقس على هذا. فاليوم في المغرب ما أحوجنا إلى بحث في مجال علم الاجتماع وفي مجال علم النفس. عندنا مشكلة كبيرة اليوم في المغرب في بعض الظواهر، التي حين أتحدث عن الظواهر ماشي على الحالات المعزولة، لا، هي موجودة في كامل التراب المغربي. يكفي أن تتجول في أي مدينة في المغرب لتصادف مجموعة من الناس المختلين عقليا والمضطربين نفسيا، يتجولون بين ما نسميه العقلاء، بين مزدوجتين. هذا الأمر يطرح سؤال، هذه التنمية التي نمارسها في نهاية المطاف هل هي في غاية الغاية القصوى منها هي ترقية الإنسان، أم إنجاز مجموعة من المشاريع؟ طبعا هذه المشاريع التي تنجز لا نقاش في أنها مهمة جدا، المغرب محتاج إلى هذه المشاريع، ولكن لا ينبغي أن ننسى الإنسان، والإنسان لا يمكن أن تفهم ما يدور في عقله وما يشغله وما يهمه وما يؤلمه ويضره بدون هذه الاختصاصات، علم الاجتماع، علم النفس. علاوة على البحث في مجال التاريخ، في هذا الباب يمكن أن أشير بين قوسين إلى أمر حاسم بالنسبة إليه. كيف يعقل أن المغرب اليوم منفتح له إرادة كبيرة في تقوية ارتباطاته وروابطه بأفريقيا من جميع الزوايا، من جميع المجالات، وهذا أفريقيا جنوب الصحراء اللغات السائدة فيها إما اللغة الفرنسية أو اللغة البرتغالية أو اللغة الإنجليزية، وطبعا بعض الرقع الجغرافية في هذا المجال توجد فيه اللغة الألمانية، ولكن السائد هو هذا الفرنسية الإسبانية عفوا والإنجليزية وإلى حد ما الألمانية. اليوم حين تنظر إلى حال شعاب اللغات في الجامعات المغربية، طبعا هذا حال يدعو إلى الشفقة، لأنه في مرحلة من المراحل على سبيل المثال في كلية الآداب في أكادير، شعبة الإسبانية كان فيها مئات الطلبة يلتحقون بها سنويا، ولكن اليوم تجد عشرات الطلبة، وقليل هم من ينهون دراساتهم إلى غاية الإجازة وما بعد الإجازة، والحال أن جارك الشمالي إسباني، يعني لغته الأساسية، لغته الرسمية هي اللغة الإسبانية. أما إذا أضفنا إلى ذلك أمريكا الجنوبية التي تطغى فيها اللغة الإسبانية إضافة إلى البرتغالية، معناه أننا اليوم في حاجة ماسة إلى تكوين شباب طلبة باحثين إلى آخره في اللغات الحية البرتغالية وقس على هذا. وهذا يرتبط أيضا بما يمكن أن تزود به الجامعة في هذا الباب، الأطر الفعالة المتحدثة بطلاقة بهذه اللغة
والقارئة لهذه اللغة قراءة حقيقية أكاديمية أو شبه أكاديمية، قلت أن تزود به وزارة الخارجية على سبيل المثال، السفارات المغربية، القنصليات المغربية، وقس على هذا معناه. ولهذا أتحدث عن مشروع كيف هو هذا المشروع وكيف ينبغي أن نحققه بأي وسائل يمكن أن تحقق، أن يتحقق هذا المشروع. على صعيد الجامعات أنا أرى اليوم أن قليلا من رؤساء الجامعات ومن الجامعات التي تؤمن بضرورة حرية الباحث في ممارسة البحث. صحيح أن لدينا مختبرات عديدة ولدينا فرق بحث عديدة، ولكن المشكلة هي أن الميزانية التي تخصص للبحث العلمي في إطار الجامعات في كليات الآداب على وجه الخصوص، ويمكن أن تضاف إليها كليات العلوم، ميزانية ضحلة لأن المختبرات متعددة، علاوة على أنه ليست هناك متابعة علمية، ليس إدارية، علمية حقيقية لهذه المختبرات. ما الذي تنتجه سواء من حيث التكوين أو من حيث التأطير أو من حيث المؤلفات المقالات العلمية، وقس على هذا إلى آخره، بحيث الأمور تظل ضبابية في نهاية المطاف. ولهذا تلاحظ أن أغلب ما ينتج في المغرب باستثناء المقالات العلمية، أغلب ما ينتج من مؤلفات هي اجتهادات فردية في نهاية المطاف وتضحيات من الأفراد. على سبيل المثال أعود إلى حالة هي أنه في 2005 أعددت مجلة سميتها مجلة قراءات، أصدرت منها 4 أعداد ثم توقفت. هذه المجلة هذه ما موضوعها؟ موضوعها هو العناية بلغات المغرب وبثقافات المغرب، بلغات المغرب وبثقافات المغرب، بالدارجة، بالعربية، بالإسبانية، بالحسانية، بالأمازيغية، بتنويعاتها المختلفة إلى آخره. وتمكنا من إصدار 4 أعداد، ولكن فيما بعد توقفت. هذه المجلة هذه مشروعها هو ما يلي: المغرب أشبعه الباحثون الأجانب بحثا، سواء فيما يخص اللغة أو البحث التاريخي أو البحث الأنثروبولوجي، البحث الثقافي إلى آخره. الأجانب يعني بدءا من الحماية إلى غاية إلى ما بعد الاستقلال. والغاية غايتي أنا هي أنه من خلال هذه المجلة أن نفتح الباب أمام أنفسنا لنعرف ذاتنا، أن نعرف ذاتنا لأن نعرفها من خلال ما يكتبه عنها، استرجاع هذه الذات في نهاية المطاف لتكون موضوع بحث وتمحيص ومراكمة معرفة إلى آخره. وطبعا لا يستقيم أن نصدر رأيا أو حكما قارا نهائيا على البحث العلمي في المغرب، لأن المسألة فيها وجه سياسي، فيها وجه معرفي، فيها وجه ثقافي، جانب عفوا ثقافي تاريخي إلى آخره، وقس على هذا. فبالتالي اليوم مع كامل الأسف هناك توجه بدأ انتشاره من إنجلترا وأمريكا في أواسط ثمانينيات القرن الماضي مع كل من مارغاريت تاتشر ورونالد ريغان، هو الاتجاه نحو اغتيال العلوم الإنسانية في الجامعة، وفي الوقت نفسه تقوية دور التكوينات ذات طبيعة تقنية، ذات طبيعة تقنية. وهذه المسألة هذه عانت منه الجامعات في الغرب وما زالت حتى اليوم، بحيث وضع العلوم الإنسانية في هذه الجامعات وفي المجتمعات الغربية بصفة عامة تراجع بالقياس إلى ما كان فيما مضى. والشيء نفسه نعانيه، نعيشه اليوم عفوا في المغرب.
إذا الأمور مركبة ومعقدة وشديدة الحساسية في بعض الأحيان.